اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي جائزة الملك فيصل العالمية 24 لخدمة الإسلام لتكون قطعة الشهر من بين مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تكريم حاكم الشارقة بجائزة الملك فيصل العالمية 24 لخدمة الإسلام في عام 2002 إنما هو تقدير لجهود سموه في إنشاء المشروعات التعليمية والصحية في كثير من بقاع العالم، فلنتعرف على هذه القطعة. فهذه الميدالية المصنوعة من الذهب يحمل وجهها صورة الملك فيصل، والوجه الآخر يحمل شعار الجائزة، وإلى جانبها شهادة مكتوبة بالخط العربي الديواني على ورق فاخر لتكون شاهدة على إنجازات حاملها، وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وحين تكريمه عام 2002 في مقر مؤسسة فيصل الخيرية في العاصمة الرياض أوصى بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم. هذا الملتقى الطيب وهذه المناسبة المباركة التي نلتقي فيها وإياكم للعمل جميعا من أجل مرضاة الله ومن أجل الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، لقد حرصنا دائما أن نظل أوفياء مخلصين لقيمنا ومبادئنا التي تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الخالق سبحانه وتعالى. جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ومنذ تأسيسها تهدف إلى الاحتفاء بالعلماء والنابغين والرواد بدون تمييز لأي فكر أو عرق، لتكون هذه الجائزة وغيرها من مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة شاهدة على إنجازات سموه في شتى المحافل الاجتماعية والثقافية والعلمية.